سنتحدث إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم المبارك عن بعض فضائل رمضان وأحكامه. أيها المؤمنون، فشهر رمضان خصه الله عز وجل بفضائل كثيرة، ومن أهم هذه الفضائل أنه شهر أنزل الله عز وجل فيه كتابه المجيد، أنزله الله رب العالمين كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى بيت العزة في سماء الدنيا دفعة واحدة، فقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا الشهر شهر مغفرة الذنوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فما أعظمها من مكروه وما أجلها من عطية. صيام رمضان يغفر به ما تقدم من الذنوب والخطايا. أيها الأخ الكريم، ينبغي أن يكون صيامك لرمضان إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديقا بفرضية الصيام وما أعده الله تبارك وتعالى لأهل الصيام من أجور عظيمة وعطايا كريمة. وكذلك أيضا أن يكون صيامك لرمضان احتسابا لما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب. وينبغي على الصائم أن يتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أيها المؤمنون، إن المحروم حقا من يدرك مواسم الخير ومواطن الفضل، فلا يغتنم هذه المواسم بالطاعات والعبادات والقربات إلى الله عز وجل. أيها المؤمنون، إن رمضان شهر الخيرات، إن رمضان شهر العطف، إن رمضان شهر الانتصار على النفس، إن رمضان شهر الانتصار على نوازع الشيطان، رمضان شهر تستلهم منه العبر، رمضان شهر الإيمان. أيها المؤمنون، اغتنموا فضائل هذا الشهر الكريم بالطاعات وفعل الخيرات ومساعدة الفقراء والمساكين، واحذروا من التفريط في هذا الشهر العظيم، فأيامه معدودة وساعاته محدودة. ولا تكونوا من أولئك الذين جعلوا رمضان مواسم اللهو والعصيان، واحذروا من الغفلة والإعراض عن الرحمات والنفحات الإلهية. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن النفوس تتألم وتتقطع حسرة على ما تراه من شباب المسلمين الذين اجتمعوا على اللهو وقتل الأوقات في ليالي رمضان الفاضلة. فكم من حرمات الله تنتهك ومعاصي يجاهر بها في ليالي رمضان المباركة.
أيها المؤمنون اتقوا الله وتزودوا في هذه الحياة، فكم من المقابر من أناس صاموا بعد رمضان في أعوام ماضية وهم الآن تحت التراب. احمدوا الله عز وجل أن أبهركم لتدركوا هذا الموسم العظيم، فاستعدوا له بالتوبة النصوح، فاستعدوا له بالتوبة النصوح والنية الصادقة على استغلاله واغتنامه بالأعمال الصالحة. ومن هذه الأعمال الصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ومنها القيام، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرصوا على صلاة التراويح مع الإمام. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ومنها الصدقة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. ومن الصدقات أيضا إطعام الطعام، فقد جاء في الحديث: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعملنا كله يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.